صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ كل شيء بباهر قدرته وهيأ كل عبد لسابق نظرته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عروس حضرته وطراز مملكته، وعلى آله وصحبه القائمين لفرض الدين وسنته، وعلى كل من اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم العرض عليه. أيها الحضور الكريم من المملكة المغربية الشقيقة، نزل ضيفا على الزاوية البلقائدية وروضة الدروس المحمدية فضيلة الدكتور عبد الله الشريف الوزاني، حاصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، رئيس مؤسسة مولاي عبد الله الشريف الوزاني للدراسات العلمية والبحث العلمي، حفيد الشيخ سيدي مولاي عبد الله الوزاني مؤسس الزاوية الوزانية، يلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه الصحابة الفاتحون رضوان الله عليهم، فليتفضل. شكر الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد
الفرد الصمد، رافع السماء بلا عمد، وباسط الأرض على ماء جمد، الذي خلق الخلق وأحصاهم عدد، والذي قسم الرزق ولم ينس أحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، ورحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أحبابنا في الله وشركاءنا في محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا الأسباب ونفع عنا الموانع حتى اجتمعنا بهذه الوجوه النيرة وحضرنا في مجلس الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف بن القيد حتى ننال منه البركات ونأخذ قسطنا من الأنوار والأسرار التي تحف بهذا المكان، بهذه الزاوية العامرة التي حباها الله من الأنوار والأسرار والنفحات والبركات والإشراقات. جعلنا الله وإياكم ممن نال منها حظاً، وحتى من لم يحضر أن تصله منها النفحة تكون له إن شاء الله خيراً في الدنيا وشفاعة في الآخرة، وما ذلك على الله بعزيز. وكم كنا متشوقين لهذا المجلس العامر ولهذه الوجوه النيرة، وكم سمعنا عنها من خيرات ومن أنوار وبركات، حتى حق فينا قول الشاعر: لقد سمعنا عنكم أنوارا فسرنا منها ما سمعناه وأحيانا، من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على محبة الله، وأن يجمعنا على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا به تعلقا ومحبة، وأن يزيدنا محبة في آل بيته الأطهار وبصحابته الأبرار الذين حملوا مشعل الإسلام وأشعوا نور الإسلام وعملوا به حتى أوصلوه لكثير من بقاع العالم، فكان فتحا مبينا نيرا فتحوا به القلوب والعقول قبل أن يفتحوا به الحدود. ويعتبر الفتح الإسلامي أكبر لغز من ألغاز العبقرية، وأروع أحجية من أحاج النبوغ، وأجل مظهر من مظاهر العظمة في تاريخ البشر. ولقد مرت عليه إلى اليوم قرون طويلة وأعصار مديدة، ارتقى فيها فن الحرب، وتقدم فيها البشر أشواطاً في كل ميدان من ميادين الحضارة، وغاص المؤرخون في أعماق الحوادث التاريخية فكشفوا أسرارها وعرفوا أسبابها، فبدت لهم هينة ضئيلة بعد أن كانوا يرونها لغزاً لا يحل. ولكنهم لم يستطيعوا أن يكشفوا سر الفتوحات الإسلامية ولم يدركوا كنهها، وستمر قرون أخرى وأعصار أخرى قبل أن يكشف ذلك السر، وقبل أن يرى تاريخ البشر حادثاً أعجب وأعظم من الفتح الإسلامي. إن الحوادث العظيمة في التاريخ على اختلاف مظاهرها وتنوع أشكالها لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث: إما أن تكون عظمتها فيما أورثت الإنسانية من حضارة وعمران، وما رهفت من عيش الناس، وما أفادتهم من رغد ونعمة وترف، وإما أن تكون هذه العظمة فيما خدمت به العقل البشري وأمدته بأسباب القوة والنضج، ورفعت من تفكير الناس وأذنتهم من المثل العليا التي يطمحون إليها، بما فتحت عليهم من أبواب الثقافة
وسبل المعرفة، وإما أن تكون عظمة الحادث التاريخي في ذاته وفيما ينطوي عليه من بطولة نادرة وقدرة عجيبة وجلال لا يعرف التاريخ إلا قليلا. أي أن العظمة إما أن تكون عظمة الحادث التاريخي في ذاته وفيما ينطوي عليه من بطولة نادرة وقدرة عجيبة وجلال لا يعرفه التاريخ إلا قليلا. أي أن العظمة إما أن تكون عظمة حضارة وعمران، أو علم وفكر، أو بطولة وحرب. والفتح الإسلامي أعظم الحوادث التاريخية كلها في أبواب العظمة كلها، لا يدانيه في ذلك حادث في تاريخ الشرق والغرب، القديم منه والحديث. أما في الحروب فإن التاريخ يعرف كثيرا من الفاتحين منذ عهد الإسكندر ومن قبل الإسكندر إلى عهد نابليون ومن بعد نابليون، ولكنه لم يعرف فتحا أوسع ولا أسرع من الفتح الإسلامي الذي امتد في 12 عاما فقط من طرابلس الغرب إلى آخر بلاد العجم، وحاز مصر وسوريا وفارس وغيرها. على أن ميزة الفتح الإسلامي ليست في السعة والسرعة وحدهما، ولكن ميزته الكبرى أنه فتح أبدي، فلم يعرف عن المسلمين أنهم دخلوا بلاداً وخرجوا منها، ذلك أنهم لا يفتحون البلاد بسيوفهم شأن كل الفاتحين، ولكنهم يفتحون القلوب والعقول بعدلهم وعلمهم، فلا تلبث البلاد المفتوحة أن تندمج بالمسلمين وتصبح أغير على الإسلام من المسلمين الفاتحين، بينما ترى البلاد في فتحها أو البلاد التي فتحها غيرهم تبقى خاضعة لهم ما بقي السيف مسلطا فوق رؤوس أهلها. فإذا أحسوا من الفاتحين غرة وآنسوا منهم ضعفا وثبوا عليهم فطردوهم وعادوا إلى ما كانوا عليه، حتى أن أمريكا على رغم أنها كانت خالية إلا من قبائل لا شأن لها وليس فيها دين يناوئ دينا أو عادات تصادم عادات، وعلى رغم أن أهلها الذين استعمروها إنجليز كالإنجليز الحاكمين، فإنهم وثبوا عليهم وحاربوهم حتى نالوا استقلالهم. ولا تجد اليوم أمريكيا واحدا يريد الانضمام إلى إنجلترا، بينما تجد كل مسلم في الصين أو الهند أو جاوة أو القسطنطينية، أي كل مسلم صحيح يتحسر على الوحدة الإسلامية ويسعى إليها ولا يقبل بها بديلا، على رغم ما أحدثوا لهم من كذبة وبدعة الوطنيات وما أقاموا بين الإخوان من سدود وما فصلوا بينهم من حدود وما مر على هذه التفرقة من سنين وأعوام. ذلك لأن الفتح الإسلامي فتح أبدي مستقر في القلوب لا تقوى قوة بشرية على انتزاعه، وهذه هي ميزته التي امتاز بها على كل فتح في التاريخ. أما في العلم والثقافة فقد كان الفتح الإسلامي أكبر حادث علمي، لأنه حمل إلى البلاد التي فتحها علم السماء والأرض، فحرر عقولها بالتوحيد وأعتقها من عبودية الأحجار والأشجار والنيران والأخشاب والقسيس والأشراف، ثم وضع في أيديها القرآن الذي يأمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض ويحفز على البحث والنظر والاستدلال، والسنة التي ترغب في العلم وتدعو إليه وتجعل طلبه فريضة على كل مسلم. وكان الفاتحون أنفسهم علماء، فما إن فرغوا من الحروب حتى وضعوا السيوف وحملوا القلم وألقوا الضروع وأخذوا الكتب وجلسوا في المساجد يدرسون ويقرؤون ويبحثون، فكان من تلامذهم المفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون والأدباء والنحويون والقصاص والمؤرخون والفلاسفة والباحثون والفقهاء والأصوليون وكذلك الأطباء والفلكيون، أولئك الذين تصدروا بعد للتدريس في جامعات الشرق وجامعات الأندلس، فجلس بين أيديهم البابوات والملوك ملوك أوروبا وكانوا أساتذة العالم الحديث. فكان من ثمرة الفتح أن هذه البلاد الأعجمية التي كانت تئن في ظلام الجهل والظلم ولم تلبث أن ظهر منها علماء فحول كان لهم الفضل على العقل البشري، ولا تزال أسماؤهم خالدة تضيء في جبين الظهر. ومن لعمري ينسى البخاري والطبري
والأصبهاني والهمذاني والشيرازي والسرخسي والمروزي والرازي والخوارزمي والنيسابوري والقزويني والصرافي والجرجاني والنسائي وغيرهم وغيرهم ممن لا يحصيهم عدد. ألا يشعر كل مسلم بأن هؤلاء وأمثالهم هم علماء الملة وأعلامها؟ ألا نحل كتاب البخاري أسمى محل من نفوسنا ونتخذه حجة بيننا وبين الله؟ ألا يؤلف هؤلاء العلماء صلة من أوثق الصلات بيننا وبين فارس لا يستطيع أن يفصم عراها 100 حكومة من مثل الحكومات الحاضرة؟ أما في الحضارة والعمران فللفتح الإسلامي أكبر الأثر في نشر الحضارة وتوطيد العمران، والعمران طبيعة في العرب المسلم، فلم يمض على فتح المسلمين بلاد العراق إلا سنوات حتى أسسوا مدينتين كبيرتين كان لهما الفضل والمنة على الحركة العلمية والأدبية في العالم كله، فضلاً على أنهما كانتا قاعدتين حربيتين من أكبر القواعد الحربية، وما استقرت أقدامهم في البلاد حتى شرعوا في بناء المدن الكبيرة والقصور العظيمة وإنشاء أروع آثار البناء، حتى كانت بغداد وسر من رأى، وكانت دمشق من قبل، والقاهرة ومدن الأندلس من بعد. أعجوبة في فن العمران، ومنها أثر صغير من آثار العرب ليس بأعظمها ولا أكبرها، لا يزال إلى اليوم محط ركاب الرحال من أهل العلم ورجال الأدب، ولا يزال مصدراً مالياً لحكومة من كبار حكومات أوروبا تعيش إلى اليوم بفضل العرب، وهي حكومة إسبانيا. ولقد حاول الإنجليز على قوتهم وغناهم في هذا العصر الذي تيسرت فيه كل الأسباب أن ينشئوا مثل الحمراء، فأنشأوا قصراً في سيدنهام يعد من أعظم المباني العصرية وأجملها، ولا يزال دون الأصل بمراحل، فكيف بمن بنى الأصل في ذلك العصر الغابر؟ إنه ما من شك لدى المنصفين من المؤرخين أنه لولا قيام الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى وازدهارها في الشرق حين كانت أمم الغرب في ظلمات بعضها فوق بعض لم تقم الحضارة الحاضرة ولم يتمتع البشر اليوم بثمراتها. فالفتح الإسلامي إذن أعظم حادث في البطولة والفكر والعمران، وهو لغز غامض حير نابليون نابغة العصر الحديث في فن الحرب وحير المؤرخين كلهم، ذلك أن العرب على ما امتازوا به من الكرم والشجاعة والوفاء والعزة والإباء كانوا في جاهليتهم بذات متفرقين وجاهلين وثنيين منقسمين على أنفسهم مختلفين فيما بينهم، لا يعرفون إلا جامعة القبيلة ووحدة العشيرة، فإذا فخروا فبها يفخرون، وإن دافعوا فعنها يدافعون. إذا وجد العربي من القبيلة قافلة من غير قبيلته كان في حل من انتهاب مالها وقتل رجالها، لا حكومة تنظم أمورهم ولا دين يرضعهم إلا دينا مضحكا سخيفا، دين من يتخذ ربا من التمر فإذا جاع أكله، أو من ينحت من الصخر صنما ثم يعكف عليه عابدا داعيا، أو من يعبد الشجر والحجر. وكانوا يخشون كسرى ويرهبون قيصر، وكان ملوكهم في الحيرة والشام تبعا للفرس والروم وجندا لهما، يضربون بعضهم ببعض ليذهبوهم بالغنم ويعود العرب بالغرم. فكيف يتحد العرب كلهم عدنانيهم وقحطانيهم ويسيرون في صف واحد يقدمهم رجل واحد حتى يواجهوا جيوش كسرى وقيصر التي يرهبونها، ثم يضربونها الضربة القاسمة للظهر، فإذا انجلى غبار المعركة نظرت فإذا المعجزة قد ظهرت على أتمها، وإذا الأرض قد بدلت غير الأرض، وإذا فارس الوثنية وسوريا النصرانية ومصر الرومانية قد محيت كلها محوا وقامت مكانها أمم إسلامية في فارس وسوريا ومصر، كأنما هي لإخلاصها للعربية وللإسلام لم تكن يوماً من الأيام على غير الإسلام. أكان هذا الانقلاب ما بين ليلة وضحاها؟ أكان هذا التبدل الذي تغلغل في صميم الأمة العربية فغير كل شيء فيها وأنشأها إنشاءً جديداً لأن رجلاً قام في مكة
يتلو كتابا جاء به. أيقوى رجل مهما كان شأنه على مثل هذا العمل ويكون له في تاريخ العالم ومستقبل البشرية هذا التأثير؟ هذا هو اللغز الذي حير المؤرخين من الغربيين ولم يعرفوا له حلاً معقولاً، على حين أن الأمر واضح والسبب ظاهر، ذلك أن هذا الأمر لم يكن عمل رجل عظيم من عظماء الناس، ولكنه عمل الله جلت قدرته أظهره على يد سيد أنبيائه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الفتح الإسلامي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. هذا وإن من الخطأ أن نعد الفتح الإسلامي مثل ما نعرف من فتوح الأمم المختلفة من الأعصار المتباينة، لأن للفتح الإسلامي طبيعة خاصة به تجعله ممتازاً عن سائر الفتوح وتنشئ له في التاريخ باباً خاصاً، ذلك أن كافة الفتوح إنما كانت الغاية منها ضم البلاد المفتوحة إلى أملاك الفاتحين والانتفاع بخيراتها ومواردها. لا نعرف فتحاً يخرج عن هذا المبدأ إلا الفتح الإسلامي، فلم تكن الغاية ضم البلدان إلى الوطن الإسلامي وامتصاص دماء أهلها وأموالهم واستغلال مواردها الطبيعية وخيراتها، ولكن غايته نشر الدين الإسلامي والسعي لإعلاء كلمة الله وإداعة هدي القرآن في الأرض كلها. فكانوا كلما وطئوا أرضاً عرضوا على حكومتها وشعبها الإسلام، فإن قبلوا به واتبعوه ونطقوا بكلمة الشهادة انصرفوا عنهم وعدوهم إخوانهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لا فرق بين أمير المؤمنين وآخر مسلم في أقصى الأرض، كلهم سواء في الحقوق والواجبات، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وإن لم يقبلوا بالإسلام عرضوا عليهم الجزية، وهي أقل بكثير مما كانوا يدفعونه إلى ملوكهم وأمرائهم، وسموهم ذميين لهم ذمة المسلمين، وأعطوهم الحرية في أمور دينهم ودنياهم، وتعهدوا لهم بالأمن الداخلي والخارجي، وإن أبوا أن يعطوا الجزية حاربوهم، ثم لم يُنكره أحداً على الإسلام، لأن في صحة الإسلام وفوائده في الدنيا والآخرة ما يغني عن الدعوة إليه بالسيف. وما دين محمد دين سيف كما يهتف العامة والجاهلون، ولكنه دين العقل والمنطق والعلم. والمسلمون عامة دعاة مرشدون، ولكنهم دعاة أقوياء يحملون السيف بيد ويحملون القرآن بيد. فمن قبل فما كانوا ليحاربوه، ومن أبى وحاربهم أدبوه حتى يرجع إلى الحق ويجنح إلى السلام. ثم إن معاملة المسلمين للذميين ووفاءهم بعهودهم وصدق وعودهم وكرمهم وتسامحهم الذي شهد به الأصدقاء والأعداء وصار أشهر من أن يذكر، ما يؤكد طبيعة الفتح الإسلامي ويرفعه عن أن يقاس به فتح آخر. ومن أولى البلاد التي فتحت بلاد الشام. كانت سوريا قبل الإسلام من أهم مناطق الدولة البيزنطية، وكانت مدنها مراكز دينية هامة في الشرق والغرب. في بداية عصر انتصار الإسلام كانت سوريا تشكل مركز الأمبراطورية الرومانية الشرقية، ولها أهميتها في الأمبراطورية. وفي عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أرسل الحملة التي كان أعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة سيدنا أسامة بن زيد لصد هجمات الروم على حدود شبه الجزيرة العربية في سوريا، حيث قال له: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة ولا تقعروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاةً ولا بعيراً. وفي هذه الحملة نجح أسامة في صد هجمات الروم، ثم طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من خالد بن الوليد التوجه لقيادة الجيوش الأربعة إلى الشام، وهم: الجيش الأول بقيادة يزيد بن أبي سفيان، والجيش الثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة، والجيش الثالث بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، والجيش الرابع بقيادة سيدنا عمرو بن العاص. وفي معركة أجنادين في السنة الثالثة عشرة للهجرة نجح خالد بن الوليد في تنظيم جيشه المكون من 40,000 مقاتل، واستولى على شرق وشمال فلسطين. صلى الإله على النبي.
زاهر البستان. طوبى لمن ولا جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد خان آل محمد. آه بعداوة الأزواج والأختان. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنات.